كيف عم تتحسن؟ يعني انتم عم بتجمعوا مصاري، السلع عم تغلى، كان في غلاء من 96 ل 2008 وانتم المعاشات ثابته وضامنين انه الوضع يعني البلد ماشي. بال 2008 تصلحت الاجور واصبح الحد الادنى 500,000. اخذوا من 96 اخذوا من 96. هلا بدك ترجعيني كيف عايشين؟ خلينا نشوف اليوم شو، خلينا نشوف بكره. تتحملوا جزء تصلح من تصلحت الامور. عندكم جرأة تقولوا نحن اخطأنا تصلح باب عمل او انه كان في فعلا مثل ما بقول لكم طمع وجشع بالعمل؟ لا ما كان في طمع. انا بقول لك كان خطأ انه ننتظر 10 سنين ام 12 سنه للتصليح، وهذا اللي عم نقوله وهذا اللي نحن عم نتفق فيه مع الاتحاد العمال العام، انه لازم كل سنه نشوف شو نسبه التضخم مثل الدول. ولكن كمان خلينا نشوف شغله، تصلحت بال 2008 من 96 ل 2008 زاد 200,000 ليره، ولاول مره لجنه المؤشر من 2008 لغايه ل 2011 شفنا شو نسبة التضخم، طلعت 17%، وإنا عم نزيد حسب التضخم اللي عم يصير. لشو نرجع نحكي ونضيع وقتنا من 15 سنة شو صار؟ خلينا نحن نشوف اليوم والوضع الاقتصادي اليوم من 16 سنة. طب تختلف بالوضع الاقتصادي اليوم بحسب يعني بحسب ما تم نشره وبحسب عدد من الخبراء اللي تم الحديث معهم اليوم، انتم عم بتقولوا انه مجلس الشورى بده ينقض هذا القرار. الوزير شرب النحاس لانه المرسوم اصلا في يعني المرسوم اولا الوزير تجنب لجنه المؤشر، هذا قرار القانون 67. شو بقول؟ بيجتمع وزير العمل مع ممثلين من الهيئات الاقتصاديه ومن اتحاد العمال العام، بيدرسوا الوضع وبقدموا مشروع على ان لا هذه الزيادة لا تتأثر لا بالنمو ولا بتخلق بطالة. أولا هذا المشروع كان رأيه الخاص للوزير، أوكي، وبيخلق بطالة وبيخرب بيوت العالم. طيب ليه؟ خليني كمل. ليه؟ خليني كمل لك ولا أخذ فيه لا أراء الهيئات. طب ما نحن الفريقين المعنيين، مش هو المعني، نحن المعنيين أولا. ثاني شيء عم بقول لك ليش أنا برأيي إنه المجلس الشورى حيرفضه، هذا أول شغلة. ثاني شيء في اتفاق موقع من الطرفين، ما بيقدر الوزير يعني يعمل حاله ما شاف هالاتفاق، اما ما عنده علم فيه. بس شو بيشبه المشروع؟ بيشبه القيمه هي ذاتها؟ يعني انتم مشرحنا فيه مليارين بس اضيف عليه بدل النقل اللي هو بند ثاني بمشروع الوزير النحاس. حكينا في مليارين و700 مليون وقلنا ما بيتحملهم. طب نحن بس عم نحكي ورافضين وبس للرفض؟ طب ما نحن عم نحكي بارقام وحيصير في مؤتمر صحفي كم يوم نفرج الارقام كيف حتطلع وين حيوصل البلد. ما انا شو قلت لك بالبدايه، انا بدعي الجنرال عون يجيب مؤسسه من هالمؤسسات العالميه تقول قراره شو حيصير. يعني بالشغله مش انه في زياده وما زياده، ما ناخذ هالشغله بس هيك بالمرور. بس هو اقتصادي الوزير النحاس بده يفلس للبلد يعني. ستنا معلش ما عم برجع بقول جاوبيني، اذا انت بتقدر تجاوبيني، كل العالم اللي رفضته كلنا ما بنفهم، هو اللي بيفهم كمان. لا هن بيعتبروا انه كلكم باب عمل. رئيس الجمهوريه كمان ورئيس مجلس النواب كمان ومؤسساتكم ورئيس مجلس النواب كمان ايضا هن بتعرف رئيس هلا كل العالم عنده مؤسسات غلط إيه يعني ورئيس بين الحكومه بين كمان والوزراء اللي معه بالتكتل كمان وكل الهيئات الاقتصاديه كلنا ما بنفهم. طب حدا يجاوبني على هالسؤال لاعرف ساعتها. نحن عم بيقولوا انكم كلكم مش مخص الفهم، انه انتم كلكم عندكم مصالحكم الخاصه، كلنا عنا ايضا من الناس المتمولين كلنا واللي جمعوا ثروات كلنا عنا خوف يعني الموجودة. كلنا عنا خوف على البلد، كلنا اللي رافضين عنا خوف وعارفين انه البلد وين حيروح. وقت ما بيطلع رئيس جمعيه الصناعيين بقول على جثه ما بيمرق هيدا القرار، لاول مره بيطلع منه هيك حكي، مش اخذها هيك لانه عارف وين حتروح الصناعه بلبنان وهو مؤتمر على هالشيء. وقت بقوم جمعيه تجار بيروت نفس الحكي بيحكي والكل عم نحكي نفس الحكي، ما عم نحكي حكي بس انه تهويل. طب في ارقام قدامنا في دراسات بالصناعه بالارقام والدراسات، الخبير الاقتصادي الاستاذ وهو مصرفي ايضا مروان اسكندر يتحدث انه كل هذا التهويل اللي عم بيصير انه المصانع عاده مش مشكلتها من اذا نزيد بدل نقل ولا ما نزيد، بقدر ما انه هي شكواها الاساسيه هي من ارتفاع كلفه الكهرباء والطاقه والاراضي اللي هي العقارات اللي قائمه عليها،
ما يحفز او ما حفز احد اعمال الصناعيين خلال الفتره الاخيره هي القروض المدعومه من مصرف لبنان، انه الدوله قامت بهذا. انا بوافق في مشاكل للصناعه، بس بنرجع بنزيد، ما الصناعه يعني البدل وقت ما زاد الوزير وحكيوا وقت ما بده يضم بدل النقل على الراتب الاساسي، ما 80% ما 90% من المصانع هي بتنقل موظفينها، كيف بده يدفعوا؟ الفنادق صرح نقيب الفنادق، تم الفنادق هي بتنيم موظفينها بالفندق، ما عندهم مواصلات يروحوا ويجوا. شركة النقل الباصات تعيد الاستاذ زنتوت عنده 400 عامل، طب ما هن عم ينقلوا العالم، ما كيف بده يدفع لهم نقل؟ طب هيدي الامور كلياتها كان صرح عنهم؟ نعم، لما كان في بدل حسب القانون كانوا عم بيقولوا نحن ما عم ندفع لانه عندنا هيك، ولا ما كانوا عم بيقولوا اذا عم يدفعوا ولا لا؟ اذا انت مأمنتين النقل ما بدك تدفعي لي بدل نقل، كان مبرر هذا الامر طبيعي، هيدا اللي بقوله، هيدا القرار يعني اللي طلع بال 96. اذا انت مأمنتين عم تجيبيني من بيتي للمصنع وتاخذيني، ليه بدك تدفعي لي نقل؟ ايه بس هيدا الموضوع كان معترف فيه، يعني انه يعني كل الشركات بتأمن النقل، ولا في شركات اليوم بينقل اللي ما بأمن النقل ما بتأمن النقل وما بتدفع له، اللي ما بأمن النقل لانه ما في عليها حسيب ورقيب، اللي ما بأمن النقل ما بيدفع ال 200,000 ليرة، لازم يدفع ال 200,000 ليرة، بس في ناس ما بتدفع وما بتأمن النقل، اللي ما بيدفع لازم العامل ما يقبل ويروح يتشكى قديش نسبة العامل اللي تشكوا واللي حصلوا وقديش بتاخذ وقت؟ انا شوف بدي اقول لك شغله، يعني قديش اساسا انا ما بعتقد اليوم في مؤسسه ما بعتقد بلبنان في مؤسسه محترمه ومؤسسات بتحترم نفسها ما مريحه العامل، بس في مؤسسات لا. اليوم ما خد تحترم نفسها، هذا بلد هو الفوضى قائمه بالبلد، العامل اليوم اليوم يعني؟ اذا بده يحط كل يوم من جيبته 5000 ليره ما بضل بوظيفته. طب اليوم بصراحه حدا بيقبل يقبض 500,000 اذا حيحط منهم 200,000 مواصلات؟ اما حدا بيقبل انه يدفع؟ في غلط على العامل اللي بيقبل هو لا صاحب العمل يسجله بالضمان الاجتماعي، اما اذا ما عم يدفع له حقوقه بيقدر يتشكى. طيب ما هذا العامل بقي 12 سنه، انا بقول لك انا مستعد اليوم، ليه اليوم أنا بدنا مستعد. نقول انه لا كان انا مستعد بغرفه تجاره بيروت اعمل يعني مكتب خصوصي للشكاوي العمال وانا ساعدهم لياخذوا حقهم. انا عم بقول لك اياها على الهوا، اذا الاتحاد العمال العام اما الضمان ما عم ياخذ لهم حقهم، انا مستعد اعمل مكتب بس خصوصي شكاوي من العامل لاخذ له حقه. بس ما هيدي الفكره، انه اليوم العامل بيعتبر انه بهيدا القرار عم ياخذ حقه، وعم بيلزمكم كلكم كشركات وكأرباب عمل انكم انتم تكونوا واضحين بهيدا القرار. هيدا القرار يمكن مضبوط، مؤسسات هيدا عم تدفع ثمن، هيدا القرار اللي حيقله للمؤسسات بلشوا العبوا بالضمان، وانت يا مؤسسات صغيره يا فلسه يا اما روحي على الخراب، وهيدا القرار اللي عم بخربط اذا بدك موضوع الضمان وموضوع المؤسسات، اللي نحن صرنا سنين عم نقول للمؤسسات يعني لازم تكونوا مسجلين بالضمان، اعطاء حق للموظف، لازم يكون في عندكم رخصه صناعيه، لازم يكون في عندكم يعني يضبطوا حالهم قانونيا. ايه بس بالشرح يعني حتى ما عم نقدر يعني تحديدا، مش نحن مش خبراء اقتصاديين يعني، وايضا المواطنين والمشاهدين عم يحضروا، انه المؤسسه عم تدفع هال 8,000 او ال 10,000 مباشره للعامل، شو بصير اذا اعترفت فيها بالضمان؟ اذا صار ما بيتحمل القطاع يتحمل 1,200,000 زياده اشتراك ضمان اجتماعي، ما بيتحمل، في 1,200,000,000 دولار بالسنه، القطاع الخاص ما بيقدر يتحمل ويدفعهم للضمان الاجتماعي. ما بنقدر لنهاية الخدمة بمؤسساتنا نتحمل ضربة 1.5 مليار بدفاتر المؤسسات، ما بنقدر. بس هو مش عم تندفع هيدي للعامل اساسا؟ في اليوم يعني ما عم كيف الرابط؟ في اذا بالعام 2011 طيب مجرى 2012 القطاع الخاص كلفة اشتراكات الضمان الاجتماعي 1,200,000,000 دولار زيادة، هيدي واضحة. أما كلفة نهاية الخدمة على هالزيادة هي 1.5 مليار ما بنتحملها، ما بتحملها القطاع. طيب بس ما هيدا القطاع عم ينتج، حتى المصارف الصغيرة ما بتتحملها، حتى مؤسسة مثل ميدل إيست ما بتتحملها. ليش مش عم ينجوا؟ مش قضية عم ينجوا،
انت عم بيجي تتحمل